التعاطي والاتجار في المخدرات، موضوع خطير لن نتساهل فيه على الإطلاق. جلالة سيدنا بوجهنا في إنفاذ دولة القانون، وبالتالي كنا مع الباشا وأصحاب المعالي توافقنا على خطة متكاملة تتطلب جهود الجميع، الأجهزة الأمنية بشكل مباشر، ولكن أيضا وزارة التربية والتعليم، وزارة الشباب، وزارة التعليم العالي، الأوقاف، كلنا معنيين، ومش بس الحكومة، المجتمع المدني، مؤسسات المجتمع، كل ولي أمر معني في هذا الموضوع. إحنا في حالة حرب مع هذه الظاهرة وهذه الآفة، لأنها تؤثر على أبنائنا وتؤثر على مستقبلهم. وبالتالي نقول وبشكل واضح وللجميع أن التعاطي والاتجار لها عليها عقوبة، ولن نسمح لا بالتساهل ولا بالواسطة ولا بالمحسوبية ولا بأي تدخل في هذا الموضوع، لأنه حياة أبنائنا في خطر. والباشا أكد أنه لم يتساهل في أي حالة سابقا، وبالتأكيد لن نتساهل ولن نقبل الواسطة في حالات مستقبلية. لذلك نتمنى على كل أبنائنا أولا أن في حملات توعية في الجامعات والمدارس يشوفوا أثارها، وأولياء الأمور يشاركوا أبنائهم بهاي المعلومات اللي عم بتم توزيعها لتثقيف أبنائنا حول هذا الموضوع الخطير، وبالتالي الوقاية منه. ولكن إذا لا سمح الله صار، سيكون رد وتفاعل قاسي، وبموجب القانون على الجميع، القانون فوق الجميع في هذا الموضوع.